حياكم الله مشاهدينا. خلينا نتعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة لهذا اليوم، ورح نبديها من العاصمة بغداد. تسجل درجة الحرارة نهاراً 48 وليلاً 32، والجو فيها صافي ليلاً ونهاراً. ومن بغداد خلينا ننتقل إلى باقي محافظاتنا وإلى ميسان. درجة الحرارة نهاراً 51 وليلاً 35، والجو فيها صافي ليلاً ونهاراً. أما في البصرة درجة الحرارة نهاراً 51 وليلاً 35، والجو فيها صافي ليلاً ونهاراً. أما في المثنى درجة الحرارة نهاراً 47 وليلاً 34، والجو فيها صافي ليلاً ونهاراً. وفي ذي قار درجة الحرارة نهاراً 50 وليلاً 34، وكذلك الجو فيها صافي ليلاً ونهاراً. خلينا ننتقل إلى باقي محافظاتنا وإلى بابل. درجة الحرارة نهاراً 48 وليلاً 33، والجو فيها صافي ليلاً ونهاراً. ومن بابل إلى واسط درجة الحرارة نهاراً 51 وليلاً 35، والجو فيها صافي ليلاً ونهاراً. أما في الديوانية درجة الحرارة نهاراً 52 وليلاً 34، وكذلك الجو فيها صافي ليلاً ونهاراً. وفي كربلاء المقدسة درجة الحرارة نهاراً 47 وليلاً 32، والجو رح يكون فيها صافي ليلاً ونهاراً. أما في النجف الأشرف درجة الحرارة نهاراً 47 وليلاً 32، وكذلك الجو رح يكون فيها صافي ليلاً ونهاراً. خلينا ننتقل ونكمل باقي محافظاتنا وإلى الأنبار. درجة الحرارة نهاراً 44 وليلاً 31، والجو فيها صافي ليلاً ونهاراً. ومن الأنبار رح نروح إلى صلاح الدين. درجة الحرارة نهاراً 43 وليلاً 24، والجو فيها صافي ليلاً ونهاراً. أما في ديالة درجة الحرارة نهاراً 49 وليلاً 29، والجو فيها صافي ليلاً ونهاراً. مكملين إلى إربيل. درجة الحرارة نهاراً 45 وليلاً 28، والجو فيها صافي ليلاً ونهاراً. أما في السليمانية درجة الحرارة نهاراً 43 وليلاً 22، والجو فيها صافي ليلاً ونهاراً. ومن السليمانية إلى دهوك درجة الحرارة نهاراً 44 وليلاً 27، والجو فيها صافي ليلاً ونهاراً. وفي نينوى درجة الحرارة نهاراً 45 وليلاً 31، والجو فيها صافي ليلاً ونهاراً. ورح ننتقل إلى كركوك وهي آخر محافظتنا. درجة الحرارة نهاراً 46 وليلاً 28، والجو فيها صافي ليلاً ونهاراً. مشاهدينا، هذه كانت حالة الطقس لهذا اليوم. شكراً.